نتابع أيضا حملات المرشحين الأربعة في هذه الانتخابات الرئاسية، ويتابع مندوب ووكلاء المرشحين الأربعة مجريات العمليات الانتخابية للمصريين في الخارج من خلال مراكز العمليات الخاصة بهم. فنرى حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي عبد السنة جمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر. يعني سباق انتخابي في هذه الانتخابات الرئاسية، ويتابع وكلاء ومندوب المرشحين الأربعة مجريات العملية الانتخابية للمصريين في الخارج من خلال مراكز العمليات الخاصة بهم داخل مصر.